سفيرة الغناء العربي غالية بن علي. راحوا الحبايب قالهم نام والتاني. في التاسعة مع يوسف الحسيني. بلدكم غالية علينا وناسها طيبين، والجو إن كان بعافية بيروق في ثانيتين. أول حوار للنجمة التونسية بعد جدل الاعتزال والتفرغ للشعر والقصائد، حكايات التمثيل والتمرد على آليات التسويق وأغاني العصر، وأين ذهبت بها مغامراتها الغنائية الخاصة. مصر التي في خاطري. التاسعة مع يوسف الحسيني، الليلة على قناة مصر الأولى.